قوله انه يعني الذي منع الخلفاء انهم اخذوا الخلافه انهم كيف يعني يقبلون ان اشهد لا اله الا الله، ما يقبل الناس ما تقبل ان النبوه والخلاف في بيت واحد. طيب قبلوا في قريش، الانصار ما نزعت قريشا ابدا. عطني انصاري واحد قال انا ابي الخلافه بعد ما قال ابو بكر الائمه من قريش. احسنت. كل الثورات اللي تقامت ولا يقوم بها واحد من الانصار ابدا. اذن يرضون ان من قريش ما يرضون ان من بني هاشم. شوف رقد فالسين من هنا فالسين من هنا، شو يخليهم يقبلون هذا ولا يقبلون هذا؟ يقول تتداول السلطه، ما تداولت السلطه، السلطه في قريش ولا ائمه من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال النبي الائمه من بني هاشم لصارت الائمه من بني هاشم، الخلافه في بني هاشم لكانت الامام في بني هاشم، لكن قال الامام في قريش الامام في قريش كما سمعوا من النبي صلى الله عليه واله وسلم.